أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي ستكون محاورها كالتالي: سنبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية، ثم سنستعرض خرائط درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وأيضا خرائط توزيع الأمطار خاصة على المنطقة الجنوبية الغربية خلال الأيام القادمة. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية، حيث توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية التي تفرقت بشكل عشوائي. يأتي هذا الصفاء نتيجة لتمركز مرتفع جوي في عموم منطقة الجزيرة العربية، لكن هذا المرتفع الجوي يتوقع خلال الأيام القادمة أن يتلاشى مع اقتراب لمنخفض جوي خماسيني من الجزيرة العربية. ننتقل الآن إلى صور توزيع أو خرائط توزيع درجات الحرارة خاصة على طبقة 1500 متر، حيث توضح ارتفاع تدريجي وكبير على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة بحول الله، لكن قبل ذلك يوم الخميس تكون درجات الحرارة حول معدلات في مثل هذا الوقت من العام، ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الجمعة، لكن هناك ارتفاع ملموس وكبير على درجات الحرارة مع اقتراب لمنخفض جوي خماسيني من المملكة يومي السبت والأحد، ثم تعود درجات الحرارة الانخفاض قليلا على المنطقة الشمالية يوم الاثنين، لكن تبقى درجات الحرارة مرتفعة بشكل لافت في المنطقة الشرقية والوسطى يوم الاثنين. ننتقل لخرائط توزيع الأمطار يوم الجمعة بإذن الله، حيث تكون الفرصة مهيئة لبعض التكونات الرعدية على المنطقة الجنوبية الغربية، وبالتالي تهطل زخات من الأمطار في المرتفعات الجنوبية الغربية، تحديدا مرتفعات جازان، مرتفعات عسير وأجزاء من مرتفعات الباحة، لكن تكون طبيعتها عشوائية ومتفرقة. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة بإذن الله، يوم الجمعة ارتفاع كبير على درجات الحرارة 35 درجة مئوية كحرارة عظمى، 21 درجة مئوية كحرارة دنيا. يوم السبت 32 درجة مئوية كحرارة عظمى، 21 درجة مئوية كحرارة دنيا. يوم الأحد هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي، وبالتالي تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار على العاصمة الرياض، 31 درجة مئوية كحرارة عظمى. أما ليلا 23 درجة مئوية كحرارة دنيا، لكن تكون أيضا الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار. يجدر الذكر بأن حالة عدم استقرار الجوي ستؤثر على المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة اعتبارا من يوم الأحد، وتستمر حتى يوم الاثنين. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن، إلى اللقاء.